متابعينا يعطيكم العافية. سؤال حلقة اليوم يقول لك في الوقت الحالي أو بهذا الزمن اللي نعيشه الحين، من هو اللي يتحمل مسؤولية؟ مسؤولية كل شيء طبعاً، الرجل أم المرأة؟ خلينا نشوف أخواننا اللبنانيين شو يقولون هني، من هو يتحمل المسؤولية، الرجال ولا المرأة؟ بالوقت هذا أو بالزمن هذا اللي نعيشه، مين اللي يتحمل المسؤولية، الرجل أم المرأة؟ كده الرجل، هني لازم اثنين يتحملوا المسؤولية، بس أكتر شيء بيكون على الرجل مش على المرأة. شلون يعني على الرجل؟ يعني هو يشيل كل شيء؟ لا، هي لازم تساعده كمان يعني، بس مش إنه هو يكون عليه كل شيء. مثلاً هني لازم يتقاسموا المسؤوليات سوا، يعني ما يكون كل شيء على الزلم ولا يكون كل شيء على المرأة، يعني لا هو يتكل عليها ولا هي تتكل عليه، يكونوا متساعدين. بس يقول لك الحين لا والله الزمن هذا المرأة هي ما شاء الله عليها كل شيء. لا، هني بقولوا انه المرأة هي بتعلي الرجل وهي بتوطيه حسب كيف حتكون ايدها معه اذا كمشي او لا. بس انه لا، هني لازم يكونوا متساعدين لتكمل حياتهم سوا، ولا ما بتكمل. شو هو السؤال؟ شو هو السؤال؟ صار الساعة واقفة. شو هو السؤال؟ مين اللي يتحمل مسؤولية؟ مين أكثر، الزلمة أو المرأة؟ مسؤولية كل شيء. حس نفس الشيء. الأولاد، كل شيء، الشغل. هي بالبيت المسؤولية أكبر على المرأة، برا على الزلمة. على الزلمة. والله الزلمة مش منيح. هو حياته خارجية حاجة. كيف؟ والله الزلمة مش منيح. شو كيف يعني انه الزلمه مش منيح؟ مش منيح برا، يعني ما يشتغل، متكل على المراه. يعني صارت على المراه المسؤوليه. كل على المراه. الله يعافيك. السؤال يقول بالوقت الحالي بالزمن اللي نعيشه، مين اللي قاعد يتحمل المسؤوليه، المراه ولا الرجل؟ المراه ولا الرجل؟ الوضع الحالي؟ الزوج ولا الزوجه، هذا المقصد. الزوج. الزوج. شلون؟ انه الزوج هو كل شيء بالحياه. في حريم، في نسوان سالتهم قالوا لا، بالوقت الحالي الرجل ما يسوي شيء. لا، الزلمه بيعمل، مش المراه بتعمل. المراه هي اللي بتربي، بتفتح بيت. ايه، والزلمه بيقدم. شو يقدم؟ بيقدم مصروف، بيشتغل، بيجي على بيته، شيء اكيد. صح؟ الزلمه عم يطلع لبرا. انت عندك الاجابه، انا ما ادري. ايه، الزلمه عم يطلع لبرا، عم يشتغل، بيأمن كل شيء. ايه. لاولاده ولمرته. المراه كمان ما بدها تقدم شوي من جهتها. بس شغل البيت. قل لي وانت شو بتقول؟ انت شو؟ عدل. ها؟ عدل. شو اسمك؟ ماتو. مارك. مارك؟ مارك. ايه. يلا عندك العافية. السؤال يقول بهذا الزمن الوقت اللي احنا نعيشه، مين اللي يتحمل المسؤولية، الزوج ولا الزوجة؟ تحمل مسؤولية؟ مسؤولية كل شيء، المرأة ولا الرجال؟ طبعا الرجال. شلون طبعا الرجال؟ من اي ناحيه؟ عشان انت رجل قلت رجال. نحن ناس شرقيين. ايه، عادات شرقيه. هذا الكلام اللي تقوله قديم كان ايام بي وبيك، ولم يزال قديم وجديد. نحن اليوم عاداتنا شرقيه، نحن بنربي اجيالنا على اساس عاداتنا وتقاليدنا ومنحافظ يعني عليها. دورها بالدنيا. لا، مرأة لها حقوق وعليها واجبات. بس انت مو شايف ان الحين المرأة ان هي اللي بتقوم في كل شيء، بالتربيه، بالمدرسه، بالوظيفه؟ صح صح. اي صح، يعني اللي بيشيل المراه مش الرجل. بيرجع للظروف اللي بيعيشها الزوجين. الزوج لازم بس بده يقدم على الزواج، مفروض فيه انه يكون مأمن البيت بالحد الادنى. كلام مقنع، كلام مقنع. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت من وين أول شيء؟ من العراق. من العراق، والنعم فيك. الله يخليك. سؤالنا يقول بهذا الزمن الحين وقت اللي نعيشه، مين اللي قاعد يتحمل المسؤولية، الرجل ولا المرأة؟ يعني بالتساوي تقريبا. مو عشان قدامها؟ لا لا، بسألها يعني نفس السؤال. 60 40. شو 60% ب 40%. منو 60؟ الرجال. زين، في ناس يقولون لا، الحين الوقت هذا الرجال ما يسوي شيء، خلاص تزوج و وقاعد ولا يتحرك ولا يشتغل ولا يجاب العياله ولا شيء. طيب اسال مدى. لا بالعكس، الرجال طبعا. مو علشان هو زين، انا اتكلم بصوره عامه. ايه، بس يعني المسؤوليات الكبيره هو اكيد يعني كلها هو يسويها، يعني ما اقدر اسويها. بس المره تربي طبعا، وتجاب البيت وتطبخ. كل واحد له دوره اكيد، يعني اثنينهم لهم مسؤوليه كبيره، كل واحد له دوره، يعني ما حد ينتقص من الاخر. والله أنا أقول الحين يعني مع أنا الزمن هذا اختلف كل شيء. يعني الحين المرأة لها دور كبير وأساسي في حياة
الرجل صح؟ هذا أدى إلى يعني أن الرجل يكون قليل الشغل، يعني أول يقول لك الرجال هو اللي يشتغل هو يتعب، الحين يقول لك شوف المرأة تشتغل موظفة وتربي كل شيء، يقول لك أنا أتكي بالبيت أريح خلى عليها، ولا أنت إيش رأيك؟ والله إحنا نشوفها بالتساوي. بالتساوي عشان قاعدة يمك وانت قلت الجواب عشان هو قاعد يمك. لا 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 هو شلون أبو البيت؟ مية على مية فول الفول. الله يعطيكم العافية. الله يحفظك ويتمم عليكم إن شاء الله. خليك. سؤالنا يقول بالوقت الحالي الزمن الحالي نعيشه من هو قاعد يتحمل المسؤولية، الزوج ولا الزوجة؟ والله الزوج. الزوج كل الزوج. عشان أنت واقف قال برنامج لا تشذب في لجنة قاعد بيناتنا الله بيناتنا الله الزوج. هي المسؤولية يعني وحدك ولا الاثنين؟ المسؤولية على الاثنين يعني. شلون؟ يعني هاي الحياة مو مثل قبل، يعني الحياة صعبة كل شيء، يعني عدل عيشة على التربية، يعني هاي كلها لازم نضال يعني نناضل بيها. حتى في حريم توا سألتهم يقول لك لا الحين الزمن هذا الرجل ما يسوي شيء، قاعد بالبيت متكي والرموت والتلفزيون. اي اكو هيك رجال واكو هيك رجال اكو تفكر بعائلتها وبالعيشة، واكو رجال لا مثل الحريم، اكو حريم تفكر بعائلتها واكو حريم مشتركة. يعني مثل ما انه الرجل خارج البيت هو المسؤول عن العيشة. اول خلينا نتكلم معك كل واضح وياك. اول الزوج لما كان يطلع من الصبح ليه بالليل يشتغل يجيب الدينار مثل ما يقولون، المرة كانت تقدر. الحين المرة لا، المرة الحين تبي تروح السوق، تبي ملابس، تبي ماركات، تبي تشوف صاحبتها ايش عندها ايش ما عندها، يصير هذا حمل زيادة على الرجل صح ولا لا؟ اي بس مو الكل، مو الكل هذا مو الكل يعني. اكو اكو نساء بعد مثل قبل وفي ريال نفس الشيء يتكل على المرأة تشتغل هو قاعد بالبيت متكي. هم اكو صح؟ صحيح هم اكو صحيح، بس اللي يفكر بمسؤولية عيلته يكون مسؤولية مشتركة، يكون الأم والرجل ولا والمرأة. زين شو اللي تغير عن أول والحين؟ كل شيء تغير هلا، يعني احنا جيل هلا التكنولوجيا هاي وجيل اللي يعني كثير في الصير يعني في الشارع، يعني تربيتهم مو مثل قبل. بس انت مو مثلنا لا لا مثلك. رحم الله والديك. يعطيكم العافيه. مشكورين. شكرا شكرا. في هذا الزمن اللي نعيشه الحين مين اللي يتحمل المسؤوليه، الرجل ام المراه اكثر شيء بالنسبه للكذب؟ لا بالنسبه للعيشه المعيشة الحين، أو مثلاً يعني الاثنين بدون يتحملوا. في ناس بيقولوا لا الرجل قاعد بالبيت ما يشتغل، المرأة هي اللي تشتغل. لا أبداً الاثنين، لأنه خلق للمرأة معين للرجل. زين. فإذا هو قصر شوي مفروض هي تاخد عنه هي. الله يعطيك العافية. شكراً لك. ما عرفنا باسمك. أم إبراهيم. أم إبراهيم. مشاهدينا مع أم إبراهيم وسؤال حلقة اليوم والكلام الحلو والطيب اللي قالته، ننهي حلقتنا اليوم وتابعوني في حلقة جديدة من برنامجنا. يعطيك ألف عافية. اسم البرنامج لا تشذب باللبناني شو؟ لا تكذب. لا تكذب.